مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله هنعمل خبز من الحبوب الكاملة، هو كتير مناسب لمرضى السكر وضغط الدم. مكونات كتير بسيطة، يلا على الوصف. نص كيلو دقيق الحبوب الكاملة، القمح 3 كوب ونص، ملح نص معلقة صغيرة أو حسب الذوق، خميرة معلقة كبيرة 15 جرام أو يمكن صنع الخميرة الطبيعية بالبيت، حوضع الرابط تحت في صندوق الوصف. هذه خميرة طبيعية. بنحرك المكونات وبنوضع ماء دافئ 2 كوب أو حسب الحاجة. بنعجن جيد مثل هيك، لازم تكون الحبوب. ممكن نوضع البذور او الحبوب اختياري، شو ما بدنا بنوضع حسب ذوقكم. بنخلط المكونات مع بعض وبنوضعها بوعاء يجب ملء نصف الحاوية، لانه حتخمر وحيتضاعف الحجم. ممكن ايضا وضع البذور، هو اختياري منشان تمسك، لانه ما وضعنا بيض عليها منشان تمسك معانا. بنغلق الحاوية ونتركها في مكان بارد حتى يتضاعف حجمها. تشغيل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل 170 درجة مئوية. نوضع الخبز في الرف الاوسط لمدة 30 دقيقة. هذه المكونات اذا كنتوا بحاجة الى التقاط صورة الشاشة. بعد 30 دقيقة بنطفي النار والباب مغلق ودع الخبز يبرد داخل الفرن. يبرد تماما، ولكن انا طلعته شوية سخن منشان افرجيكم كيف شكله منشان التصوير، ولكن انتو خلوه يبرد تماما داخل الفرن والباب يكون مغلق. شايفين كيف شكله؟ كتير هو روعة، كتير هو مميز. يفضل ورق زبدة او دهن الحاوية بالزيوت، اي نوع زيوت حتى لا تلصق. يجب ان تكون الحاوية مناسبة للفرن، عدم وجود بلاستيك فيها. انا ما دهنتها زيوت، انتو فضل دهنوها اي نوع دهون. فرجيكم كيف شكله من الداخل، كتير روعة وكتير مميز. هو كتير لين وطري بالخاص لكبار السن ايضا. كتير هو روعة، يفضل بعد النضوج، بعد 30 دقيقة من النضوج نغلق الحرارة ونخلي باب الفرن مغلق حتى يبرد تماما داخل الفرن قبل التقديم. في أمان الله.